السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة في شهادة أخرى مع الصديق المتوافد علينا سي فهد، مرحبا. اللي كان كيعاني واحد مشكل في المرض الجلدي في الرأس. فنخليه له الكلمة ويحكي لنا المشكل اللي كان عنده والمراحل اللي مر منها والنتيجة اللي وصل لها. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله، نهار جيت المركز ديال صحتي للعلاج الطبيعي لقيت راحتي. كنت دزت مع العديد من الأطباء الدواء بزاف ديال الحوايج. لكن يعني المشكل اللي باش تبين للمشاهدين، يعني شنو المشكل اللي كان عندك بالضبط، المعاناة اللي دوزتي المشكل اللي كان عندي هو واحد الحبوب في الراس، كل مرة تيقيح. يعني كانت عندي معاناة كبيرة، تقريبا غادر 4 سنين ديال المعاناة، ودزت عند بزاف ديال الأطباء، بزاف ديال الأدوية، يعني تاعيت بزاف. والحمد لله منين عرفت السي بدر جيت بارك الله لعنده، فيك. سبحان الله عطاني تريتمون الأولانية، حسيت بالراحة. دابا كانت تقريبا الحمد قبل لله، شهر، تقريبا تقريبا شهر شهر تقريبا. تقريبا. الحمد لله كان تغير كبير مقارنة مع الأعوام الأخرى اللي دوز. الحمد لله. الحمد وبالنسبة لله، لذاك اللقاح ما بقاش لا كيخرج، الحمد لله ما بقاش، الحكة ديال الراس نقصات يعني اللقاح ديفينيتيف ما بقاتش مرة مرة. وبالنسبة للحكة يعني مشات، يعني مرة مرة الحمد إلا لله. قص شعري، كان نورمالمون يوميا تنقص شعري، الدم، المخدة، بزاف ديال الحوايج فيها معاناة المعاناة يعني. بزاف في الدار. والحمد الحمد لله لله على كل حال، الحمد الحمد لله. لله. فاليوم جا باش ياخذ تخاتمو الثانية باش يكمل العلاج، فان شاء الله غادي يكون خير، ونتمنوا شفاء الجميع. المراحل اللي مرينا منها هي درنا أدوية طبيعية اللي كتصلحنا الأمراض الجلدية، كذلك سيما داخلي باش ينقلنا الذات من الداخل، يقوينا المناعة ويرفع منا المناعة الذاتية، ودرنا كذلك الحجامة اللي أيوة. يخرج فيها داك الشيء عجيب. عجيب. فالحمد لله، الحمد لله. والنتيجة كما كتشوفوا في الرأس ديال السيفات، الحمد لله الأمور تحسنت، ونتمنوا شفاء للجميع. والكلمة الأخيرة. شكرا لك بزاف، بارك الله فيك. وتنشكرك بزاف حيت حيت لي واحد معاناة كبيرة. هذا الحمد فضل من لله الله على عز وجل، احنا كنديروا فقط الأسباب داكشي ليك. وشافي الله. الحمد لله، الحمد اللهم لله، يسر. بارك شكرا الله بزاف، فيك، الله الله يحفظك. يحفظك. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، وإلى شهادة أخرى وحلقة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.